حقيقية وواقعية وتوسيع الاستثمار العام والخاص. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن آخر الإحصاءات التي صدرت في ديسمبر عام 2006 كشفت عن وجود 2,300,000 مواطن عاطلين عن العمل، بما يمثل نسبة 8.9% من إجمالي السكان، وقال إن هذه النسبة تقترب من النسبة في دول العالم التي لا تعاني زيادة في معدلات السكان. وأضاف الدكتور نظيف أن الحكومة خصصت 500 مليون جنيه لإعادة تأهيل قوة العمل ببرامج حقيقية وواقعية، وأضاف أن عدد المتدربين 137,200 متدرب، وقال أن التحرك الاقتصادي يتم لإيجاد فرص العمل، وإن كل زيادة في الضرائب والرسوم سيتم تخصيصها لخدمة المواطن المصري. ونتحول مباشرة إلى القاهرة، معنا من هناك الأستاذ حمد البصير مدير تحرير جريدة العالم اليوم ووكيل اللجنة الاقتصادية في نقابة الصحفيين المصريين. أهلا بك أستاذ حمدي. أهلا وسهلا. هل يكفي اليوم الإقرار، إقرار الحكومة المصرية بوجود مشكلة البطالة حتى تبدأ بإيجاد الحلول لها؟ وما الذي جعل أزمة البطالة في مصر تتفاقم إلى هذا الحد؟ الحقيقة أزمة البطالة في مصر أزمة مزمنة ومتراكمة، الحكومة الحالية ليست مسؤولة عنها، ولكن نتاج من حكومات سابقة ونتاج من عدم تخطيط ودراسات واعية كي نحل مشكلة البطالة ويستوعب سوق العمل المصري الكم الكبير من خريج الجامعات والمدارس الفنية كل عام. في كل عام يصل إلى سوق العمالة حوالي 1,000,000 خريج، منهم 800,000 من الجامعات وحوالي 200,000 من المدارس الفنية والمتسببين من التعليم، أي حوالي 1,000,000 يريدون فرصة عمل. ولكن وجود حجم بطالة كبير قد يصل إلى حوالي يعني نسب تقدره ب10% من عدد السكان، والنسب الرسمية تدعي أنه أقل من ذلك، كل ذلك يريد فرص عمل. هذه المشكلة الحكومات المتعاقبة لم تستطع أن تأخذ قرارات حاسمة، ولكنها أخذت قرارات مسكنة حتى وصل الأمر إلى البرلمان بعد أن وصلت البطالة إلى نسبة غير معقولة، وصلت نسبة يعني الأسار الاجتماعية فيها إلى نسبة عالية، وصلت إلى حالات الانتحار وأيضا إلى جرائم خطيرة. ما الذي يستطيع البرلمان المصري اليوم تغييره في هذا الواقع المؤسف الذي يولد طبعا إضافة إلى الواقع الاقتصادي المؤلم انفجار اجتماعي وغاية في الأهمية؟ اليوم البرلمان وكما قرأنا في الخبر للتو من الأهرام أسقط الاستشوابات عن أزمة البطالة، ما الذي يمكن للبرلمان أن يفعله من أجل المساعدة على حل هذه المشكلة؟ الحقيقة وصلت مشكلة البطالة إلى البرلمان، وصولها في حد ذاته هو جزء من الحل، حتى تشعر الحكومة أن هناك ضغط شعبي واستياء شعبي أيضا من تفاقم مشكلة البطالة، وجود يعني عشرات الألوف من الشباب لا يجد عمل بعد أن تخرج وتأهل وتدرب تدريبا جيدا، عدم وجود برامج. استاذ حمدي الاستجوابات اسقطت بالطبع الاستجوابات يعني كان متوقع ان تسقط، لانها الحكومه تسيطر على البرلمان، الحزب الحاكم يسيطر على ثلثي مقاعد البرلمان بل اكثر، وبالتالي الشعب لا يجد ان هناك يعني املا في ان تسقط الحكومه بسبب مشكله البطاله، ولكن البرلمان كان له حجته ان هذه ليست مشكله حكومه الدكتور نظيف ولكنها مشكله متزامنه ومتعاقبه. طب ماذا عن الحلول التي يتحدث عنها حاليا الدكتور نظيف وبالتالي حكومته؟ يعني الدكتور نظيف تحدث عن حلول عمليه وواقعيه، ما المقصود بهذه الحلول العمليه والواقعيه؟ الحلول العمليه والواقعيه هي زياده الاستثمارات والاهتمام بالاستثمار في الصعيد بعد ان زادت نسبه البطاله والفقر فيه، التوسع في الاستثمارات العربيه وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبيه، تنشيط حركه التجاره، وايضا محاوله لفتح اسواق جديده من اجل زياده التصدير وزياده انتاجيه المصانع من اجل استيعاب المزيد من الطاقات العاطله في مصر. ولكن لابد ان نعرف ايضا ليس سوق العمل مكتظ بخريجي الجامعات والمدارس،
الفنية والمتسربين من التعليم، ولكن هناك مشكلة أخرى هي مشكلة المعاش المبكر الذي تسرب من شركات التي بيعت والتي أصبح العمال فيها في الشارع بعد أن حصلوا على يعني مبالغ قليلة باسم المعاش المبكر من أجل أن يقيموا مشروعات من خلال هذه المبالغ الضئيلة. ولكن هذا نظرا لوجود كساد ونظرا لعدم تصريف المنتجات، أيضا لم تفلح هذه الخطوة من الحكومة، أيضا لم ينجح الصندوق الاجتماعي الذي كان له دور كبير في امتصاص الفائض من العمالة سواء من المعاش المبكر أو من ضحايا الخصخصة كما يطلق عليهم. طيب أستاذ حمدي، عفوا على المقاطعة.